وصبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا. نعم، وصبطي رسول الله يعني الحسن والحسين رضي الله عنه. السبط هو ابن البنت، السبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن. فالحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابني بنته فاطمة، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.